انت مكمل ماتش معانا بقى الاسبوع الفاينل. ده لغايه ان شاء الله المباراه النهائيه. طبعا عندنا الكرو لقناه الاهلي هيكون متواجد مع البعثه يوميا الحقيقه، ودائما كالعاده وزي ما حضراتكم دايما بتستنونا هيبقى عندنا لقاءات حصريه طبعا في قطر الحقيقه ان شاء الله لما الفرقه تسافر كالعاده، يعني قناه النادي الاهلي هتكون متواجده مع الفريق. عاوز بيعمل لنا الحقيقه كمان برضو الموضوع ده من هناك. اخيرا يا عويس، يعني متخيل ايه اللي هيحصل يوم السبت من وجهه نظرك؟ احنا النهارده اخر يوم مش هنطلع غير بعد المباراه، فمتخيل ايه اللي هيحصل يوم السبت؟ هل يستطيع منتخبنا الفوز على قطر وجهه نظرك؟ هيجرب اعتقد لان منتخب قطر كان بيلعب على البطوله، فاعتقد خسارته هتخليه معنوياته اقل بكتير. المنتخب اعتقد انه كيروش هيجرب مجموعه كبيره من اللعيبه في المباراه دي، واعتقد ان شاء الله قادرين على الفوز في المباراه، وان شاء الله بقى يوم الاحد نبدا تغطيه السوبر باذن الله. طيب وتغطيه الملعب تفاصيله، الملعب احنا لعبنا استاد ملعب احمد بن علي، لعبنا عليه مباراه في كاس العالم للانديه قبل كده، فلعيبه الاهلي عارفاه. ايوه هو كانت المباراه في استاد، ولكن مع النجاح الجماهيري الكبير لمباراه كاس العرب قرروا ينقلوه للاستاد احمد بن علي. هو استاد رائع، واتلعب عليه مباريات وهيتلعب عليه مباريات في كاس العالم، واتلعب عليه مباريات في كاس العرب. ايوه وان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي قادر على الفوز بيه. اخيرا اخيرا يا عويس، لان ده مهم جدا جدا، وعايزك تقول اللي انت يعني اتكلمت فيه مع حفيظ الدراجي. حفيظ الدراجي في تعليقه على المباراه، انا لسه كنت حتى بتكلم على هذه النقطه، كثير من الجمهور المصري شايف ان هو كان منحاز مع الفريق التونسي او المنتخب التونسي، ولكن برضه في نفس الوقت هو لما جه يتكلم معاك قول لنا ايه اللي حصل، قول لنا برضه هو اتكلم معاك وقال لك ايه في دفاعه عن هذا الامر. قابلت الكابتن حفيظ بعد المباراه ودار بيني وبينه حوار، قلت له انه الجماهير المصريه زعلانه جدا منك، قال لي انا لم اخطئ في اي لاعب مصري، انا قلت ان يوسف المسكني قادر على انه يمسح الارض باي مدافع، قلت له ده استعاره مكنيه لانه المدافع اللي بيلعب قدامه دلوقتي هو لاعب مدافع مصري. قال انا لا اقصد، وقلت ده على مصطفى فتحي. قلت له لا، انت واضح انه الغضب منك من جماهير تونس في مباراه مصر سوريا وتونس خلاك تنحاز شويه لتونس. قال لي الجمهور التونسي زعل مني لما قلت منتخب تونس منتخب تعيس، منتخب الجمهور المصري ما زعلش مني لما قال منتخب تعيس. قلت له عشان تعرف ان الجمهور المصري هو جمهور يعني عارف ان منتخبه في حاله فنيه سيئه، فما زعلش من كلمه تعيس،